الجولة السادسة إياب وضع وجه لوجه زوج فرق يبحث على تأكيد صحوة النتائج الإيجابية في الفترة الفارطة من خلال الخروج بنقاط الفوز. اتحاد تطاوين في المركز الخامس ب 25 نقطة، الانتصار لتعزيز موقعه ضمن خماسي الطليعة. والشبيبة القيروانية تريد الفوز الثالث على التوالي للابتعاد أكثر عن الفرق المهدد بالنزول. فنيا المدربين اسكندر القاسري من جهة وسفيان الحدوسي من جهة ثانية حافظوا تقريبا على نفس تشكيلة الجولة الماضية، مع أحداث تغيير بالنسبة لاتحاد تطاوين، دخول من البداية المهاجمين محمد العبد السلام ودياكيتي، ومصعب ساسي من جانب الشبيبة كأساسي عوض أسامة بوغر. اللقاء دخل الفريق المحلي بنفس هجومي وضغط من البداية على دفاع منافسه. الدقيقة العاشرة والفرصة الأخطر للاتحاد، مدوين من وسط الميدان يمرر كرة لدياكيتي، هالأخير يتوغل يصوب والحارس الخلفاوي كان جاهز يبعد نختر، وفي المتابعة الخريفي كورته تخطو الشباك. الشبيبة بدورها حاولت تهديد مرة المحليين، وتصويبة محمد العويشي مش بعيدة على مرمى كردي. الاتحاد أفضل هجوميا، دقيقة 20 هجوم معاكس وسريع، الخرايفي يمرر للزكار، هالأخير يعطي كرة في ظهر المدافع، دياكيتي ينطلق بكل سرعة ويوقع على الهدف الأسبق لفريقه والخامس في رأسه. C'était un bal de contre. On l'a bien réalisé. On le travaille souvent aux entraînements. On l'a bien réalisé. هدف أول للمحليين، وبعده فريق الشبيبة خرج للهجوم بفضل حركية وجاهزية خاصة الثلاثي مصعب ساسي محمد العويشي وياسين الصالحي اللي محاولته أبعدها دفاع للركنية. الركنية تتنفذ من هيثم العيوني، مصعب ساسي داخل المنطقة بدون رقابة بالراس يعدي النتيجة 1-1 مع مطلع دقيقة 25. السيطرة الميدانية والاستحواذ لا تعني الأفضلية، والشبيبة القيروانية كانت أكثر واقعية من منافسها بفضل خاصة خطورة الخط الأمامي. وفي دقيقة 40 لاعب الارتكاز خليل التراوري من كرة رجعة يعطي أسبقية النتيجة 2-1 لفريق الشبيبة القيروانية. الفترة الثانية تواصل فيها النسق الهجومي المرتفع من الزوز فرق. الاتحاد كان المبادر في صنع الأخطر، ومحاولة أولى ضاعت على مرتين بعد التدخل الناجح للحارس الخلفاوي خاصة لتصويبة محمد أمين المهدي. ثم محمد العويشي من جانب الشبيبة يتسرب من الرواق يصوب والحارس يتصدى. نلعب دقيقة 60 والمدرب اسكندر القسري يجري تغيير آخر اضطراري بداعي الإصابة لدياكيتي بعد الخروج لنفس السبب للكوني خلفه ومالك الميلادي. اتحاد تطاوين يبحث عن التعديل، عزيز عبيد ينفذ مخالفه، الزكار بالراس كورته تصدم بالقائم، وفي المتابعه القناص والهداف محمد عبد السلام يعدل النتيجه 2-2 ويسجل الهدف الخامس الشخصي لي. المباراه ولت مفتوحه هجوميه من زوج فرق، وامكانيه تثبيت النتيجه اهدرت على المهاجم محمد العويشي من جانب الشبيبه. في المقابل المعوض وسيم زغدود من جانب الاتحاد يوزع وراسية الخرايفي سهلة في دين الحارس الشبيبة القيروانية. ثم نفس اللاعب محمد العويشي ينطلق من الرواق يحذر، وكرة مصعب ساسي مر تقريبا من مرمى المنافس. اتحاد تطاوين بدوره كان بإمكانه تسجيل هدف الثالث، عزدي عبيد يوزع وراسية عبد السلام محاذية لمرمى الشبيبة. نفس الشيء في آخر دقيقة من اللقاء، وراسية الزكار فوق العارضة الأفقية. نهاية المواجهة بين زوج فرق بتعادل إيجابي 2-2. الشبيبة تواصل حصد النقاط ولا تعرف الهزيمة للمرة الثالثة، واتحاد تطاوين يعزز على تحقيق الفوز على ميدانه، لكنها تبقى نقطة مهمة أمام منافس أيضا محترم.